ضربات جديدة تستهدف بيلغورود الروسية المتاخمة لحدود أوكرانيا. موسكو تجدد اتهاماتها لكييف، والأخيرة تنفي علاقتها مباشرة بالهجمات، في مشهد تكرر مرارا خلال هذه الفترة، ما ينذر بانتقال الحرب لمرحلة جديدة قد تكون الأخيرة والأعنف خلال هذه الحرب. أحدث الضربات المنسوبة لأوكرانيا على منطقة بيلغورود وقعت الجمعة، حيث قالت السلطات الروسية إن الهجوم استهدف طريقا في بلدة ماسلوفا بريستان وأسفر عن مقتل امرأتين وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية. ويأتي الهجوم الجديد في وقت قالت مجموعة مسلحة موالية لأوكرانيا مؤلفة من الروس تطلق على نفسها اسم فيلق حرية روسيا، قالت إنها تخوض قتالا مع القوات الروسية بضواحي قرية توفايا تافولوجانكا في بيلغورود. وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أعلنت في وقت سابق إحباط 3 محاولات اختراق نظمتها تشكيلات أوكرانية وصفتها بالإرهابية في المنطقة الحدودية. وفي غرب روسيا تعرضت منطقة سامولونيسك لهجوم قالت السلطات إنه نفذ بطائرتين مسيرتين بعيدتي المدى على بنية تحتية للوقود والطاقة دون أن تشير إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم. القوات الروسية من جانبها استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى من البلاد. سلطات كييف قالت إن هجوما روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة أسفر عن إصابة طفل ورجل وتضرر منازل خاصة، فيما أفاد الجيش الأوكراني بأن دفعاته الجوية اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات في العاصمة ومحيطها. وتزامنت هذه التطورات مع معارك متواصلة بين طرفي الحرب في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وتحديداً منطقة دونيتسك، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة من القوات الخاصة الشيشانية شنت هجوماً بالقرب من بلدة مارينكا بحسب ما نقله الإعلام الروسي، في وقت تعرضت منطقة خيرسون جنوبي البلاد لضربات جوية روسية خلفت أضراراً مادية وفقاً لما ذكرته السلطات الأوكرانية.